أما هلأ وصلنا لمحطتنا القانونية. كنا عم نحكي قبل شوي فرح عن الهندسة الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن كمان صار خلال هذا الوقت كتير موجود صفحات ومواقع بتسوق بضاعات مختلفة عبر الانترنت، ممكن نشوف صورة حلوة ولكن ننصدم بالواقع. قدي شفتي أو مر عليك هل شي مرة جربتي تشتري شي عبر الانترنت؟ هلا صارت حوالي كثير سلمى، خلينا نقول حوالينا انا وياك كثير، بتكون الصوره كثير حلوه وسعرها كثير معقول. لما بنشتريها ما خصها بالصوره ابدا بنلاقيها بالواقع، فهذا الشيء كثير بنشوفه هو اساليب احتيال ونصب مثل ما بنقول. مزبوط، وحتى صار في الناس تاخذه بالنكته، يعني بتقول لك هي الصوره على الواقع وهي صورتي بعد ما اشتريت هي القطعه عبر الانترنت. التسوق عبر الانترنت هو عالم كثير كبير، ضوابطه لساتها شوي معنا محدده، خصوصا نحن عم نتعامل مع الشبكه، هي قادر الشخص ينشر عليها اي شيء بده اياه بالمجان، ولكن ضوابط شوي بعيدة. خلينا نحكي عن هذا الموضوع قانونيا، القانون السوري كيف تعامل مع التسويق عبر الانترنت ومشكلة الغش، أو خليني أقول عرض بضاعة غير مطابقة للمواصفات اللي الزبون أساسا اشترى على أساسها. كل هاي المعلومات رح تعرفنا عليها المحامية الأستاذة رنديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، يسعد أوقاتكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اليوم استاذ لما بنحكي عن عمليه بيع وشراء عبر الانترنت بمختلف المجالات، مو شرط بس ثياب مثل ما حكينا، بكافه المجالات، ادوات كهربائيه، ممكن مستلزمات حياه يوميه، البسه، كلياته، بيكون في عقود الكترونيه مثل ما بنقول. خلينا نتعرف شو هو العقد الالكتروني، شو بنقصد فيه، وهل هو معترف فيه اليوم؟ تمام، مثل ما تفضلتي فرح ومثل ما تفضلت سلمى بالمقدمة، أنه صار نتيجة هذا التطور الإلكتروني الهائل صرنا بنلاحظ كل أنواع الأعمال موجودة عن طريق الشبكة، شبكة الإنترنت. فمن هاي الأعمال هي عملية مثل ما قلتوا البيع والشراء، عملية التسويق الإلكتروني. هلأ سابقا كانت عملية التسويق الإلكتروني والبيع والشراء عن طريق الإنترنت ما أنا مضبوطة بالشكل المطلوب، كان في مثل ما قلتوا أنه يصير في غش كتير، وما زال طبعا نحن لما بنحكي عن قوانين بتنظم الموضوع ما بيعني انه ما في مخالفات، اكيد في مخالفات، بس صار في إلى قانون ممكن يجرم، ممكن يؤدي الى تعويضات ماديه، ممكن يؤدي الى دفع مخالفات الى ما هنالك. اذا صار في عمليه ضبط نوعا ما، طبعا اكيد مو الضبط بالشكل اللي نحن بنتمناه يعني، بس نوعا ما صار في عمليه ضبط. سابقا كان في انه نشاطات هيك حره عن طريق الانترنت، انه انا عندي هي القصه بدي بيعها. انا حتى هلا انت سلمى حكيتي مثلا عن موضوع انه بقطعه ثياب ما أنا مشكله، يعني بالاخير الضرر محدود المادي، بس نحن صرنا نلاحظ بالفتره الاخيره في عمليه بيع للعقارات، في عمليه بيع للسيارات، في صفحات صحيح. معينه الى اسماء بتحمل هذا العنوان النشاط اللي عم تمارسه، مثلا صفحه بيع عقارات للمنطقه الفلانيه، مثلا بيع سيارات في دمشق مثلا وريفه فرضا. فكتير في صفحات انه بتحكي عن بيوعات اخذتها مهنه، يعني مو انه انا عندي شغله وبعتها مره وخلص مثلا، لا، صار في مهنه كامله تمارس عن طريق الشبكه لمجالات معينه، اما عقارات او سيارات او مفروشات او ملابس الى اخره. اذا صرنا بحاجه نحن نتيجه هذا الوضع لوجود بعض القوانين والانظمه اللي بتضبط هي العمليه. سابقا كنا نقول انه اذا فيك تاجر معين عم يمارس عن طريق الانترنت تجارته، سواء مثل ما قلت بهي المجالات، فانه خلص ما بيخضع للتسجيل بالسجل العقاري مثل غير تجار. يعني حاليا وبعد دراسه اللائحه التنظيميه اللي هي هدفها هي اللائحه انه تحط ضوابط وتحط خلينا نقول تنظيمات معينه، يعني تنظم بشكل معين الأعمال التجارية عن طريق الشبكة. صار في دراستها، درسوا عدة قوانين، قانون المعاملات التجارية، قانون التوقيع الإلكتروني، قانون تنظيم التعامل على الشبكة، وقانون الجريمة المعلوماتية اللي نحن كذا مرة حكينا فيه. بعد ما درسوا كل هاي القوانين وصدرت اللائحة، هاي اللائحة اللي بتحمي المستهلك الإلكتروني، صار يجب الشيء اللي طلع جديد انه يجب على الشخص الذي يتعامل بشكل الكتروني، التاجر الالكتروني، ان يقوم بعمل سجل تجاري لنشاطه الالكتروني عن طريق الشبكه، نشاطه التجاري عن طريق الشبكه الالكترونيه. نعم. طيب يعني هلا هذا شيء خلينا نقول شيء كثير مهم وكثير ضروري، ولكن نسبه مطبق على ارض الواقع، يعني نحن حتى الان توجد بمحاكمنا كثير من القضايا المعلقه بسبب الجرائم الالكترونيه.
من صفحة من انتحال شخصية وصولا لبيع عقارات. نعم. ولكن في صفحات موجودة هلا على الانترنت. نعم. هل كل صفحة موجودة على الانترنت بسوريا تحمل اسم مثلا بيع عقارات في المنطقة الفلانية بالمحافظة الفلانية، هل خضعت للقانون؟ وإذا خضعت للقانون الصفحات المزورة واللي عم بيتم النصب من خلالها ليه ما تسكرت؟ تمام. هلأ سلمى كله بنسب يعني. هلأ بس خليني في سؤال سألتني يا فرح، أنه أنا حكيت بالمجمل عن التسويق الإلكتروني، خليني أحكي قبل أنه عن العقد الإلكتروني لحتى يعرف المواطن أنه هو ملتزم بعقد إلكتروني فبتطبق عليه القوانين اللي حضرتك عم تسأليني عنها. العقد الإلكتروني هو مثل أي عقد عادي، قبول وإيجاب. أنا بدي بيع، أنا قبلت، أنا بدي أشتري، أنا يعني قبول وإيجاب، بس الفرق أنه هذا العقد اسمه عقد إلكتروني فبيتمارس عن طريق الشبكة. في أزرار معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فرضت اللائحة طريقة القبول أنه أنا بدي أكبس، بدي أضغط الزر مرتين لحتى بأحد الكلمات التي تشير إلى القبول، بعد ما طبعا البائع عرض البضاعة مثل أنا قبلت، أنا أوافق، أنا أشتري. هاي الأزرار اللي بنشوفها حتى أكثر شيء معروفة مثلا على الفيس لنفترض، فنحن بنشوف انه اوافق اشتري، بتضغط مرتين بيصير تم العقد. على الاشياء بده يكون على كل الاشياء الجوهريه موضوع العقد، انه السياره شو مواصفاتها، شو رقمها، باي تاريخ، كل شيء بخصها. فانا صار في ايجاب وصار في قبول، صار في عندي عقد الكتروني. بده يكون هذا العقد الالكتروني في له توقيع الكتروني من قبل المشتري والبائع. التوقيع الالكتروني بده يكون مصدق و يعني صادر عن الهيئة الوطنية للمعاملات الإلكترونية. يعني نحن لما بيكون في عنا تصديق من قبل الهيئة صرنا نوعا ما بالأمان. يعني مثل العقد، هلأ بتقولي لي إنه طيب ما في عقود بدون شبكة، عقد بيع شراء عم تطلع مزورة وعم يصير فيها دعاوى وعم يصير فيها محاكم، بس بالأساس لما بيكون في عندك أنت متبعة الخطوات النظامية المفروضة اللي القانون نص عليها. هلأ نحكي بالتفصيل شو هي الأوراق اللي لازم وتتأكدي أنت أنه صاحب هاي الصفحة مثلا هو يا ترى مسجل بالسجل التجاري. طيب شو رقم السجل التجاري اللي مسجل فيه؟ ما هو بيفرض عليك القانون أنه لما بتسجلي بالسجل التجاري كبائع إلكتروني تكتبي رقم رقمك بالسجل التجاري على الموقع الإلكتروني اللي أنت عم تمارسي من خلاله هذا النشاط. بيطلب منك تكتبي عنوانك المفصل، بيطلب منك تكتبي اسمك الكامل كبائع. فأنت كمشتري لما بتفوتي على صفحة هي مسوقة نفسها أنه هي لبيع شيء معين، فبدك تشوفي كل هاي المعلومات، وتشوفي هاي المعلومات فأنت عرفانة حالك فتي على صفحة نظامية، يعني صفحة يعني تحت سقف القانون، ما فتح على صفحة أنه هي فيها عندها أخطاء معينة، أنه صفحة ما في إلى كل هاي المعلومات. هون بقى بيلعب دور أنه أنت بقى ما بما أنه صار في قانون بيحكم وفي عندك مجموعة أمور المفروض تتواجد، فهي بقى صارت مشكلة المشتري. أنا ما بدخل على صفحة إلا ليكون فيها، وهلأ نحن واجبنا نحن يعني أنتوا كإعلام ونحن كقانونيين نوعي المواطنين أنه شو لازم تشوف أنت لحتى تعرف حالك أنت بأمان. صحيح. انت شو لازم المعلومات اللي تقراها لحتى يكون هذا البائع ملتزم قانونا تجاهك؟ ما تفوت على صفحات مثلا وهميه او صفحات ما الى سجل تجاري، ما الى رقم كسجل. نعم. كمان اليوم لما بنحكي عن شخص عم بيسوق عبر الانترنت وقام، اذا بدنا نقول هو اللي قام بعمليات النصب او عمليات الاحتيال على المستهلكين، شو هي العقوبات اللي ممكن تكون ناطرته لحتى تردعه يمكن عن القيام فيها لاول مره او حتى تمنعه من تكرار هي التجربه؟ تمام. هلا اول شغله هو واجبه يكون اعلانه صحيح، يعني هي من الشروط اللي بيقول لك يجب على البائع ان يلتزم بها، انه يعلن عن المنتج بمواصفاته الصحيحه والدقيقه، والا اذا كان غير هيك فبيحق له بالقانون للمشتري ان يرجع البضاعه شو ما كانت تكون، الا باستثناء الكتب والمجلات والصحف، لانه هي النوع من البضاعه له طابع خاص. يعني انا بجيب المجله بشتريها قبل ما ادفع حقها بقراها كلها مثلا وبرجع بقول له انا ما عاد بدي اياها لانه والله مواصفاتها مثلا مو مزبوطه هون، يعني هدول فاستثنوا، هن استثنوا الصحف والمجلات والكتب. ما عدا ذلك لما بيستلم المشتري بضاعه معينه ما بتكون ضمن المواصفات اللي البائع اعلن عنها بصفحته الالكترونيه، فيحق له انه يرجعها خلال 10 ايام من استلامها. او اذا كان احيانا بعض الصفحات ما بتكون عم تسوق لبضاعه، بتكون عم تسوق
لخدمات معينة، فبحق له يستغني عن الخدمة، ويجب على البائع وقتها أنه يرجع المبلغ المدفوع خلال 7 أيام فقط من إنه من بعد ما يستلمه. فهي الشغلة حمت المشتري بالقانون، لو كان ما في قانون بيحمي الموضوع كان أنه خلص راحت عليه المصاري. فبالمقدمة اللي ذكرتوها أنه حدا اشترى شيء وطلع مخالف تماما للصورة اللي كانت معروضة، فقانونا يحق له إرجاعه، ويجب على البائع تحت طائلة المسؤولية أنه يعيد البضائع، يعيد المبلغ ويسترد بضاعته. طيب خلينا، حضرتك قلتي أنه رح يكون نحكي أكثر عن الأوراق المطلوبة لحتى ما نوقع بهذا فخ النصب عبر التسوق الإلكتروني، نحكي أكثر عن هاي الأوراق. تمام. هلا نحن سلمى لنكون واضحين، نحن يعني بنحمي حالنا بنسب، ولكن اكيد في اخطاء كثير عم تصير. كقانون الزم القانون البائع بمجموعة أوراق وآلية عمل حتى يبدأ نشاطه التجاري عن طريق الإنترنت. أول ورقة هي موافقة الهيئة العربية للتسويق الإلكتروني، يجب أن توافق هي الهيئة على نشاطه الإلكتروني، يجب أن يحصل على موافقة من مؤسسة العربية للإعلان، يجب أن يحصل على موافقة من في بعض البضائع لها خصوصية معينة فبتحتاج لموافقة جهات معينة، مثل مثلا اللي عم يسوق لأدوية فبدها موافقة وزارة الصحة، هي شيء خاص. مثلا موافقة وزارة الإعلام لما بيكون في كتب، لما بيكون في صحف مجلات، ففي بعض الأشياء بعض البضائع أو بعض الخدمات تحتاج إلى موافقات جهات معينة، فيجب أن يحصل على هذه الموافقات. موافقة مصرف سوريا المركزي لما بيكون في عنا نحن آلية الدفع الإلكتروني، لما بيكون في تعامل بالدفع الإلكتروني، فكل هاي الأوراق يجب أن يحصل عليها الشخص اللي بده يقوم بنشاط تجاري عن طريق الإنترنت. بعد ما حصل على هاي الأوراق بتوجه بتاخذ موافقات المطلوبة، بيتم دفع رسوم متوجبة على أول شيء، بيتم تسجيله طبعا هذا بينعرض على أمين السجل التجاري، بيراجعها بيدققها بشوفها إذا صحيحة 100%، بعد ما يتأكد من صحتها بيعطيه الموافقة على الدخول بهذا النشاط التجاري، بعدين بيبدأ عمله طبعا بعد دفع الرسوم المتوجبة عليه. هلأ في شغلة مهمة كانوا عم يسألوني عنها كتير الناس، إنه في صفحات بتمتلك عدد متابعين كتير كبير، وفي صفحات ما عندها متابعين وما عندها يعني زوار كتير للصفحة، هل بيختلف رسوم؟ لأنه كتير الناس أحيانا عندها لغط بهالموضوع، أنه رسم التسجيل السجل التجاري بيختلف بين الصفحات التجارية اللي كتير مشهورة والصفحات العادية، لا أبدا ما بيختلف الرسم نفسه، حتى نفسه على الأشخاص اللي ما عندهم تجارة، مو تجارتهم إلكترونية، تجارة عادية، نحن بنعرف أنه أي تاجر بحق له بده يروح يعمل سجل تجاري فإله رسوم، فهي نفسها يعني نفس الرسوم، وهذا الشيء بيعرفوه بقانون المعاملات التجارية لما بيراجعوا فيه يعني. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك سلمى. اكيد كل الشكر لك استاذه رنا، ونتمنى اكيد سلمى دائما ان يكون في هذا الوعي والصدق في التسويق الالكتروني من قبل ان كان المسوقين وحتى الوعي من قبل الناس في حال تعرضوا لاي عمليه من اللي حكينا عنها. شكرا لك.